شوال استطلاع امبارح قصد الحركة غير طبيعية للنظام، وقامت قيادة قطاع الريحان بالاستنفار الكامل للنقاط وقوات الردع إسناد الناري. الحمد لله نحن هون جاهزين لهم بكل دقيقة. هون عجبة الريحان وبإذن الله جاهزين لأي تقدم للعدو وأي تحرك كان نتعامل معه بإذن الله بشدة. أخي المرة الماضية حاول العدو يتقدم من هون من جبهتنا، بس الحمد لله كان التصدي كتير فعال وعنيف ورديناهم خائبين بإذن الله. وهلأ نحن مجهزين حالنا بشكل أقوى من الأول بإذن الله، رح يلاقوا شغلات جديدة وقوية إن شاء الله.